اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناه هوم تولز في فيديو جديد اللي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ولقاكم في تمام الصحه والعافيه. فيديو جديد ومميز لاحداث الادوات والاجهزه المنزليه، احداث المنظمات والمستلزمات الخاصه بالمطبخ الحمام والبيت بصفه عامه، كذلك مع بعض الافكار والحيل اللي بلا شك غتساعدنا في ترتيب تنظيف وترتيب البيت باقل جهد كذلك في اقل وقت. فخليكم مع تتمة الفيديو إلى الأخير باش نكتشفوا جميع طريقة استخدام هذه الأدوات والأجهزة المنزلية الذكية، كذلك باش نتعرفوا على الطرق وعلى الطريقة المتاحة لاقتنائها واش موجودة بالبلدان ديالنا ولا في الأسواق الآسيوية فقط. وكنتمنى من اللي أول مرة غيصادف القناة من خلال هذا الفيديو فمرحبا به ألف مرحبا، يتسجل بالقناة بالضغط على زر الاشتراك وما ينساش فعل جرس الكل باش يتوصل بكل جديد الفيديوهات القادمة بإذن الله. ونبدأ بهذه الممسحة الخاصة بالزجاج بحيث أننا كنركبوا فيها الصابون وكذلك الماء، وبضغطة واحدة كما واضح في الفيديو كنقدروا نستعملوها لتنظيف مجموعة ديال الأغراض بحال الزجاج كذلك الزليج ما كذلك النوافذ السيارة إلى غير ذلك، وكذلك كتجي بعها العلاقة ديالها وكتجي في ألوان مختلفة. هنا غنتعرفوا على المنظم الخاص بالورق، كيجي على هذا الشكل، هذا شكل ديالو كيوت، كيجي على شكل واحد الشنطه فكنثبتوا فيها الورق من الداخل وكنجبدوه بكل سهوله حتى المنظر ديالو كيجي جميل جدا. هنا نتعرفوا على هذه العلاقات كذلك جديده وحصريه، قدروا نثبتوها في الحائط بكل سهوله ونعلقوا فيها البانيوات الشباكي، كذلك نقدروا نستعملوها الحمام ولا المطبخ حسب الحاجه ديالنا. اما في المقطع الموالي فغنتعرفوا على بعض المنظمات الخاصه بالارز، ونبداو بهاد السوبيره اللي كيجي الشكل ديالها كبير كذلك اللون ديالها شفاف، كتجي بالغطاء اللي كنقدروا كذلك نثبتوا فيه مجموعه ديال البهارات اللي كتحافظ لينا على الارز، وكذلك كنثبتوها بكل سهوله في الدولاب. هنا كذلك غنتعرفوا على شكل اخر من المنظمات الخاصه بالارز والقطاني، هاد المنظمات كنثبتوها في الحائط وكذلك اللون ديالها شفاف، وكتجي فيها كذلك المفاتيح اللي كنضغطوا بها وهكا كنحصلوا على الكميه اللي بغينا، وكذلك كتجي في الوان مختلفه. هنا غنتعرفوا على منظم خاص بالمطبخ، كيجي على هذا الشكل سوبيره ديال البلاستيك اللي الجوده ديالو عاليه، كذلك كيجي على شكل شبكه فين كتقطر الماء، وعندو واحد لاباز اللي كتجي لتحت فكنثبتوها وكنحيدوها حسب الحاجه، ونقدروا ننظفوا فيه مجموعه ديال الاغراض. هنا كذلك غنتعرفوا على مجموعه ديال الطناجير والمقلات الخاصه بالمطبخ، نتعرفوا على هاد الطنجره اللي كتجي على هاد الشكل، نقدروا نستعملوها كطنجره عاديه وكذلك كطنجره ديال الضغط، فكما كتشوفوا في الفيديو انها كتسد وكتفتح بكل سهوله، وكذلك الجوده ديالها عاليه وكتجي في الوان مختلفه، وكتجيب الغطاء ديالها والصفاره اللي كتجي لاصقه فيها. هنا نتعرفوا على هاد المقلات كذلك ضد اللصاق اللي كذلك مصنوعه بطريقه جد متطوره وذكيه، كذلك كتجي عندها الايد ديالها فنقدروا نستعملوها لتحضير مجموعه ديال الطبخات كما واضح في الفيديو، فما كتلصقش لنا الاغذيه. هنا نتعرفوا على هذا المنظم الخاص بالمنطويات بحيث اننا كنثبتوه وكالجهاز كنفخوه بالسوشوار وهكذا، فما كنحتاجوش نصلحوهم وكنحصلوا على الشكل اللي بغينا. هنا كذلك نتعرفوا على هاد المنظمات كذلك اللي حصريه وجديده خاصه بالمجوهرات، فكنثبتوهم حسب الحاجه وكذلك كيجيو فيها مجموعه ديال الطبقات وكيجي فيهم الغطاء ديالهم الفوق، وكيجيو فيهم هاد الروايد ولا هاد الجراير، وكيجي الشكل ديالهم كيوت بهاد الدب اللي عنده الفوق. هنا كذلك نتعرفوا على هاد المنظمات اللي نقدروا نستعملوهم عده استعمالات، منها اللي واضح في الفيديو في المكتب ديالنا، وكذلك بالنسبه للاطفال خصوصا حنا على ابواب يعني السنه الدراسيه. هنا كذلك نتعرفوا على هذا المنظم الخاص بالشارجورات باش ما كيخسرش لينا، فكنجمعوه بهذه الطريقه. هاد المنظمات خاصه بالبريزات ومصنوعه من السيليكون، كتجي في الوان كما واضح الازرق وكذلك الابيض. هنا كذلك مجموعه ديال المنظمات اللي كيجي الشكل ديالها صغير والحجم ديالها كذلك الخاصه ديال الصلصات، وهكا مجموعة ديال الأغراض ولا الأكلات اللي كتكون صغيرة. فكما كتشاهدوا معايا مجموعة من الأدوات والأجهزة اللي جد حديثة ومبتكرة والأيسر ثبيت، كتمنى خصوصا
السيدة العاملة اللي كتعاني من ضيق الوقت أو حتى ربات البيوت، لأن هذه الأدوات والأجهزة فكيساعدنا الحياة اليومية من طبخ تنظيف وكذلك تنظيم البيت بشكل دائم كذلك وبأسهل الطرق. فهكذا كان نستغلوا الوقت ديالنا في أغراض أخرى وكذلك كتساعدنا الحياة اليومية، وكنستغلوا حتى المساحات الصغيرة والضائعة. كذلك نتعرفوا على هذا المنظم الخاص بالثوم، كيجي كذلك مصنوع من السيليكون وكيجي فيه ألوان مختلفة. هنايا كذلك نتعرفوا على الباك ديال التنظيف اللي كتجي فيه مكنسة كذلك وهاد الفرشات الصغيرة اللي نقدروا نستعملوها لمجموعة ديال الأغراض، وكتجي معها حتى البالة ديالها بحيث أننا كنثبتوها بكل سهولة وكتجمع بكل سرعة. فأدوات وأجهزة لربما أول مرة البعض منا غنشاهدوا بهذا الفيديو، ولربما البعض الآخر شاهدناه بمحلات تجارية وما عرفناش طريقة الاستعمال ديالو، فلذلك كنقدموا هذا الريفيو المبسط اللي من خلاله كنتعرفوا على كل منتج على حدة وطريقة استخدامه. أما بعض الأدوات والأجهزة اللي كتكون عبارة عن مستلزمات ولا منظمات خاصة بالمطبخ والحمام وكيكون الحجم ديالها صغير وكتكون مصنوعة من البلاستيك والسيليكون، فهي متواجدة بكثرة بالأسواق العادية لبيع الأدوات والأجهزة المنزلية، والثمن ديالها رخيص بزاف ما كيتعداش أورو ولا جوج أورو. كذلك ما نساوش المحلات التجارية خاصة ببيع الأجهزة الإلكترونية، وإلا بغينا شي حاجة نقلبو مزيان وأكيد غنلقاو داكشي اللي حنا في حاجة ليه. كذلك نقدروا نبحثوا في المراكز التجارية الكبرى مثل كارفور، مارجان، بريمارك، ليدل، ألدي وأكسيون وغيرها من المحلات التجارية اللي غالبا كتخدم بواحد المجلة اللي كتكون أسبوعية ولا شهرية. فلا بغينا شي حاجة نشوفوا المجلة ونشوفوا كل أسبوع شنو كينزلوا، وكنمشيو برجلينا وكنسوقوا داكشي اللي حنا في حاجة ليه. وهذه هي الطريقة الأولى، واللي هي الطريقة كذلك جد سهلة وعملية بالنسبة للأشخاص اللي كيبغيو يتسوقوا الأغراض وكيبغيو يلمسوهم عاد يشريوهم. فأما الطريقة الثانية لاقتناء الأدوات والأجهزة المنزلية فهي عبارة عن صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل مواقع التليجرام، انستغرام ولا الفيسبوك. فلا بغينا نتسوق بهذه الطريقة ما علينا إلا ندخلوا على الحساب ديالنا على الفيسبوك مثلا، وفي مؤشر البحث نكتبوا أدوات وأجهزة منزلية، ولا نكتبوا مباشرة اسم الجهاز اللي حنا في حاجة ليه، والفيسبوك يطرح لنا مجموعة ديال الصفحات الخاصة ببيع هذه الأدوات والأجهزة اللي حنا في حاجة ليها. كذلك لحظة اختيار المنتج كنلقاو معلومات خاصة به وكنتواصلوا مع الصفحة اللي كيشرحوا لنا طريقة الدفع والتوصيل. أما طريقة الدفع فهي حسب الصفحة، أحيانا لحظة الشراء يعني بلا كارت ديال الفيزا، وأحيانا أخرى لحظة التواصل المنتج يعني كنتواصلوا بالمنتج اللي بيد ديالنا عاد كنأدي واجب الشراء. أما طريقة التوصيل فهي كتكون بأثمنة جد مناسبة، لأن هاد الصفحات عندها جوج ميزات، الميزة الأولى أنها كتواجد بالبلاد ديالنا، والميزة الثانية أنها كتشري هاد الأدوات والأجهزة بالجملة، وأحيانا التوصيل كيكون بالمجان. فكما كتشوفوا معايا أغلب المستلزمات اللي خاصها تجي تلصق في الحائط ولا في الدولاب فكتجي جاهزة بالملصقات ديالها، فما كنحتاجوش واحد التجربة كبيرة باش نثبتوها في المكان المناسب ديالها، ما كنحتاجوش نحفروا الحائط ولا الدولاب لأنها سهلة يعني التثبيت. أما أغلب الأدوات والأجهزة فهي كتجي إما صغيرة الحجم أو لا كتجي قابلة للطي، وهذا بيت المقصود. فهكذا كنستغلوا أي ركن في البيت خصوصا بالبيوت اللي كتكون المساحة ديالها صغيرة. وأما الطريقة الثالثة لاقتناء هذه الأدوات والأجهزة المنزلية المبتكرة والحديثة فهي عبارة عن تطبيقات أونلاين. هذه التطبيقات خاصة بالناس اللي معندهمش وقت للتسوق، وكذلك بالأشخاص اللي بغي يحصلوا على أدوات وأجهزة اللي هي حصرية. وهذه التطبيقات عندنا تطبيق ألي بابا اللي خاص بأصحاب الجملة اللي عندهم محلات في الواقع، وكذلك الأشخاص اللي عندهم صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك عندنا مجموعة ديال التطبيقات منها تطبيق أليكسبريس، أمازون، أوشين. فلا بغينا نسوق من التطبيقات ما علينا إلا نختار التطبيق اللي حبينا ونزلوه بالجهاز ديالنا، وفي مؤشر البحث نبدأ عملية البحث نكتبوا أدوات وأجهزة منزلية، ولا نكتبوا مباشرة اسم الجهاز اللي حنا في حاجة ليه. وكذلك لحظة البحث فالتطبيق يعرض علينا مجموعة ديال الأدوات والأجهزة اللي كتكون متشابهة إذا كنا كنقلبوا على أدوات خاصة بالمطبخ مثلا. أما لحظة اختيار المنتج فكنلقاو معلومات خاصة بالمنتج مثل اللون، الوزن، الطول، العرض، مادة الصنع وغيرها من المعلومات. كذلك كنلقاو الشرح والتفصيل عن طريقات الدفع والتوصيل. أما طريقة الدفع فهي لحظة الشراء إن بلا كارت ديال الفيزا، فما نخافوش على المعلومات الشخصية ديالنا ولا البنكية، فيها هي في أمان. كذلك طريقة التوصيل كتكون بأثمنة جد مناسبة، وأحيانا كتكون بالمجان خصوصا نهاية الأسبوع. فلا بغينا شي حاجة غنبقاو ندخلو مرة وأكيد غنلقاو داكشي حنا في حاجة ليه. وهاد التطبيقات مباشرة ملي كنبقاو نقلبو على شي حاجة فكتبقى ترسينا رسائل يومية خاصة بالتخفيضات اللي عندها. كذلك نذكركم بميزة الاشتراك السنوي،
فكنشاركوا بواحد القدر مالي، وكنبقاو نتواصلوا بالمنتجات ديالنا في مده ما كتفوتش 48 ساعه. كذلك كنبقاو نتواصلوا بالمنتجات ديالنا مده ديال سنه كامله دون اداء واجب التوصيل، لاننا كنشاركوا الاشتراك السنوي. كذلك نذكركم بالميزه باش ندخلوا نشوفوا اراء ديال الناس ونشوفوا شحال المجموع عطاو هذا المنتج. وكذلك احيانا كيحطوا صور اللي كتكون واقعيه، وهكذا فكناخذوا واحد الفكره على المنتجات قبل اقتنائها. فعندنا كذلك مده ديال الاسبوع باش نجربوا المنتج، الى عجبنا ما عجبناش كنقدروا نرجعوا ولا نغيروا حسب يعني المنتج. وكذلك دائما غنحترم القانون ديال التطبيق اللي تسوقنا منه. ومن طبيعه الحال كل منتجات عندها واحد المده ديال الضمان حسب المنتج وكذلك حسب الماركه، والاثمنه من طبيعه الحال كذلك كتختلف من منتج لاخر وكذلك من شركه منتجه لشركه اخرى. حل دائما كنذكركم باش تقلبوا على المنتجات اللي كتكون اصليه ونتفاداو التقليد، لان الجوده من طبيعه الحال كتختلف. فكانوا هذو هما ثلاث طرق اللي بغيت نذكركم بهم لاقتناء هذه الادوات والاجهزه المنزليه الحديثه والمبتكره. كذلك هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى يكون لنا الاعجاب ديالكم، والى كذلك ما تبخلوش عليا بلايك او جيم في هكذا الفيديو كيتقترح وكيطلع في البحث وكيوصل الناس المهتمين بهذه الادوات وبهذا المحتوى، وكذلك تشجيعا لي وللقناه. الى عجبكم شي منتج من هذه المنتجات اللي شاهدنا في هذا الفيديو، ما عليكم الا تكتبوا لي الدقيقه اللي تعرض فيها المنتج بالضبط، وانا غنجاوبكم مباشره برابط الشراء اللي من خلاله بضغطه واحده غتدخلوا الموقع او التطبيق اللي بتشوفوا داكشي اللي نتوما في حاجه ليه. والناس اللي جربوا هذه المنتجات يا ريت يشاركوا معنا التجربه ديالهم، هكذا نستافدوا جميع. لقوني فيديو قادم، خليت لكم الراحه. السلام عليكم.